بسم الله الرحمن الرحيم. للبيع شقة في منطقة بيليتلي. الشقة عبارة عن غرفتين وصالة في الدور السادس، طبعا واصل لها الغاز الطبيعي. مساحة الشقة 130 متر مربع. الدور الواحد فيها ثلاث شقق. أيضا عندنا مصعدين في العمارة. طبعا الشقة جديدة صفر. راح نشوفها الآن من الداخل. 130 متر مربع، غرفتين وصالة. هذا المدخل للشقة، طبعا مدخل شرح واسع. هذه البوابة الرئيسية. عندنا هنا على يميننا مباشرة الصالون، أيضا فيها الشوميني. مساحة جميلة جدا، واجهة أمامية بانورامية، طبعا قزاز فرنسي يسموه. إطلالة كاملة على البحر وأيضا على الطبيعة. زي ما انتم شايفين هذه إطلالة على الطبيعة، وعندنا إطلالة كاملة على البحر. وعندنا هنا المطبخ مفتوحة على الصالة، دواليب فيها جاهزة وراكبة. وعندنا هنا البلكونة الأمامية. أيضاً فيها الجام مجهزة بالقزاز. مساحة كبيرة وشرحة. عندنا مكان للشوي مجهز أيضاً. إطلالة جميلة جداً. طبعاً في منطقة بيليتلي تبعد 5 دقائق عن المطار، تقريباً 8 دقائق عن مول الفورم. نرجع للمطبخ ونشوف توزيع الغرف، دورات المياه. عندنا هنا الغرفة الأولى، أيضا لها مخرج للبلكونة. عندنا هنا دورة المياه الرئيسية، طبعا فيها النضج أيضا. عندنا غرفة النوم الرئيسية، طبعا فيها الدريسنج روم أيضا. داخلها دورة مياه كاملة. هذه الأسفانة. هنا عندنا الدريسنج روم، وأيضا عندنا دورة المياه. هنا نروش. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.